essayons de dire aux filles. عميل عرضي منذ سنوات في هذه الجماعة هذه. دوزو عندنا مجالس ومجالس وحنا باقي كنعانيو في هذه المعاناة هذه في هذا الصمت هذا. حنا درنا هذا النموذج هذا حيت حنا عايشين هذا النموذج هذا. واخا حين كنتمشيو كنعيشنا هذا النموذج هذا. شكون اللي عيشنا في هذا النموذج هما المسؤولين. هما الاخر المسؤولين. حنا المسؤولين كيقولوا فينا ما مزيانين حنا حيت كندافعوا على حقنا. كنهضروا على حقنا وكيقول لك لا ما مزيان دوك الناس. حنا سيدي ما مزيان عطيني غير حقي. راه عطيني داكشي اللي فرض اللي شرع عليه الدستور وشي حاجه بتعطيها لي من عندك زيدها في راسك وزيدها في راسك اي حاجه بتزيدها من عندك 1000 درهم اللي بتعطينا وكتنوض عليها با 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 زيدها في راسك ما عندنا ما نديرو بها وكان يعطيني حقي ما تضيعنيش راه انا واحد القضيه ملي كتقول لي كتجيو كتطلبوا حنا راه ما كنطلبوك داكشي اللي بتعطينا عاد زيدو في راسك ما تعطيني والو انا عطيني شي حاجه اللي حق المشروع ديالي انا ديال هاد العمال عطينا حق المشروع ديالنا اللي فرضوا لنا الدستور اللي حطوا المشرع وشرعوا الملك الله يجزيك بخير حنا راه ما طلبنا وما بغاوش يتواصلوا معنا ما بغاوش بحال الله حقرونا وحنا راه شوكا اليوم هنا وغنبقاو اليوم ديما هنا حتى الا متنا راه ملتقانا عند الله سبحانه الا هو السي خنوج الله يجزيك بخير شوف من 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 من, الفئة من هذه الفئه هذه وذاك النايب اللي داير بلاصتك حتى هو يشوف من هذه الفئه لانه هو راه غادي يدوز 4 سنين وغادي يزيد حنا راه عايشين من المجالس اللي قبال منه الاباطره ديال المجالس وما كنلقاوش هاد اللعنات اللي فيه هو صاحبي خصو يشوف من حالنا الله يرحم ليه الوالدين هادشي راه حنا راه ليلى ملي كتهضر معاك قبل كنهضر لكم انا 3000 درهم اسيدي 3000 درهم زيدها في راسك زيدها في جيبك ما بيناهاش حنا راه ما كنطلبوش راه حنا عارفين فين نطلبوا راه كاين فين نمشيو نطلبوا نشدوا الفلوس ولا كنعطيني حقي للمشروع اصاحبي راه الحق ديالي المشروع اصاحبي تعطيه ليا خصني نشدو اصاحبي وانا راه خلوش ما كنهضر معاك رئيس حكومه كنهضر مع رئيس جماعه ديال هذه المدينه هذه خصني نشوف من حالي انا قبل ما نشوفك وزير حكومه خصني نشوف مني انا هنا خصني يشوفني هنا يطلب يشوف المطالب ديالي شنو هو يجلس معايا يجي خلوج براسو يجلس معانا ونحطوا له المطالب ديالنا اللي هما مشروعه اللي شرع علينا الدستور وراه ما كيخفاو عليه لا هو ولا غيره الله يجزيكم عباد الله شوفوا هاد الناس هادو تهميش هاد الاقصاء واش انت غتقري ولدك ب 10000 درهم وانا ولدي نهمشو راه حشومه صاحبي كيطلع هاد ولد عندي انا ما حنا سيدي حنا ملي كنمشيو عندو كيقول لك اسيدي انت عراضي انت مياوم اخر المطاف الزياده يتزاد قال لك اسيدي انتوما ما كتستحقوهاش علاش هادوك راه ديال الفلاحيين حنا ما حنا ما عطلاش تابعين حنايا حنا اللي متابعين حنا تابعين القمر ولا ما عطلاش تابعين كاع اصاحبي راه حشومه عليكم اصاحبي راه كيخدموا معنا التقيه هاد الناس هادو اصاحبي راه التقيه صاحبي كيخدموا على الكذبه صاحبي والبهت انا صاحبي وكيقولوا فينا شي حاجه ما فينا راه كنخدموا بعروقنا اذا بغى يحاسبني انا يحاسب الاشباح اللي خدامين اللي ما خدامينش وكيتخلصوا وما ادرا بهم عارفينهم حيت كيبونتيو ليهم الاشباح ديالهم انا راه ما كنعزل حتى واحد انا كنهضر من الطرف ومعروف وكنهضر من الطرف ما كنعزل حتى واحد الله يجزيكم بخير وكان كيطلب على حقي المشروع عوادي يتبعني انا ويبقى حرص عليا ويقول لي لا شوف الاشباح اللي كيتخلصوا وما خدامينش وشفناهم بالعين المجرده الله يهديكم اصاحبي وعرفناهم وبغاونا نقول هو راه عارفهم ادرابي هو راه ادرابيهم هو صاحبي يهضر هو يجبدهم ما يعطيهمش قاعد يا صاحبي المال الشعب اصاحبي راه حشومه صاحبي عيب وعار حتى هي ما تلقيتي راه ما كيبانتيهم لك اصاحبي راه ما كيبانتيهمش لك اصاحبي راه القمه ديال الحقره هذه اصاحبي راه القمه ديال العذاب الاليم اصاحبي راه حشومه عليكم اصاحبي راه كنعرقوا كنشفوا راه كنقحوا لكم هذه المدينه هذه راه حشومه عليكم اصاحبي راه انت شحال يدوز انت 4 سنين وزيد بحالك انت 4 سنين تزيد فحالك شوف معنا بحالنا صاحبي راه هادشي راه كنعيشو من جماعات الجماعات اصاحبي راه خدمنا غير ب 600 ريال النهار اصاحبي هادشي ما دير والو صاحبي دير لنا السميك واش انا عندي حقي يدير لي حقي يدير لي السميك ديالي ويدمجني في الاركار اصاحبي ولا يدمجني في التق فاسميتو الصندوق ديال التقاعد اصاحبي خصو يدمجني انا ما بقيتش كنطلب وانا يدير لي ويدمجني اصاحبي انا موظف انا راه موظف اصاحبي خدام مع جماعه انا جماعه كدعي القانون وادير معايا القانوني هو قانون الله يرحم لك الوالدين ما بقاش تهرب معايا وكنجي بعد المسؤولين الله يهديهم شي بعد شي فان وشي الله يهديهم عليهم من الله ما يستحقون رسالة أخيرة اتقوا الله تعالى اتقوا الله ما تستعبدتمون الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا الله يهديكم أصاحبي كنطالبوا بحقنا كما كتشوفوا اليوم واحد العرس اللي هو كنعبروا فيه على التهميش ديالنا كما كنقولوا حنا بعدا واحد النقطه اللي هي مهمشه في هذه المدينه وهي العامل الاراضي اللي هو عامل النظافه اللي كما كنقولوا بزاف ديال الحوايج كنطالبوهم وهو الحق ديالنا بشتى انواعه
ومن حقنا، من حقنا اللي درناها في الشارع راه جات معنا، لحقاش ضروري نحنا ولادنا تهمشنا، احنا ولادنا تشردنا احنا ولادنا وباقي في نفس المشكل. وزعما احنا العمال العراضيين ديال جماعة أكادير اللي هي تبارك الله راه مدينة، ماشي مدينة تبارك الله، اللي هي عالمية معروفة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، مدينة كبيرة حنا مهمشين فيها في هذا الوقت. مازال ما كاين حتى شي ما لا تسوية لا تسوية الوضعية لا اش نقول لك الخلصة نقول لك كذا 40 لحقاش ملي قلت لك كذا 40 راه فيها كل شيء. كل مرة ناقصين لك حاجة كتخدم 3 شهور كيحيدوا لك 7 أيام باش من حق الله ما عرفنا داكشي علاش حنا كنضروا نخرجوا بحال هكا. الرسالة الأخيرة للمجلس وهي شوفوا من حالنا الله يرحم الوالدين، راه بزاف هادشي اللي كديروا فيه كتخبيوا الشمس بالغربال راه ما يمكنش. سعادة أخ النوش شوف من هذا المشكل اللي عندنا هنا في هذه المدينة. أنت الرئيس، حنا راه ما كنعرفوا حد، كنعرفوك أنت هو الرئيس اللي جيتي للمدينة النهار الأول والجهة وكل شيء ترشح عليك والحمامة وكذا، وحنا دابا الحمامة طارت بقينا حنا في الأرض ما شدينا والو ما شفنا والو، حنا راه باقي مهمشين. شوف من حالنا الله يرحم الوالدين وشكرا والسلام عليكم. المعيشة نار وجه الحال، المعيشة نار وجه الحال.